ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أرشد البرايا إلى شط الإرفان بملة متقنة، وأهدانا إلى روح الجنان بهداية مثبتة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسل رحمة للعالمين، هو الأسوة الحسنة، وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه في كل حين وآن، هم عمدة الدين النيرة. أيها الأساتذة والتلاميذ، مع كل كرامة وجلالة، قد شهدت الأكوان خلال مرور الزمان للحادثات الهائبة، حيث تحيرت بها العقول وتهدجت بها الشعور. حادثات تهدد قوة صهوة الإسلام، وكارثات تسود الشريعة البيضاء وتظلم الطريقة الغراء، حيث كانت المرأة مرمى الرماة الظالمة، والنساء مقصد الطاغات الطالحة. فبضميمة هذه الظروف، أعتقد أن ألقي لديكم أفكار حول الموضوع المعين. الصحابيات قدوات مضيئة، فالله الموفق فعليه الحمد أولا وآخرا. الحمد لله. أحبائي الأعزاء، فعندما نصرف أبصارنا وندور أسماعنا إلى ورقات التاريخ الإسلامي، نفهم أن الصحابيات قد ساهمن في تنمية الحضارات الإسلامية، وسهرن في تبنية الثقافة الدينية. وندرك عند التفحص من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للصحابيات مكانة شاهقة ودرجة شامخة في توسيع الدين الإلهي والمهور العلمي والاجتماع والثقافي وغيرها من المجالات المتفننة. إخواني الأجلاء، كم من شخصيات منهن قد نافسن في إحياء كلمة التوحيد في ميدان الحروب، وكم منهن قد سابقن في إنماء ملة العهد الوحيد بعد سلب الكروب. فأمامنا أم المؤمنين خديجة الكبرى، قد أيدت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول إقرى، حتى قالت: ما زال الله يعصمك، أنت أصدق الناس وأطهر. وقدامنا أم عمارة نسيمة الأزكى، جاهدت الكفار يوم الأهد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما التفت يوم أهد يمينا وشمالا إلا وأراها تقاتل دوني. ولدينا عائشة الطهرة، كانت منهل العلم ومنبع الحكم، تعلمت الشريعة الإلهية فاشتهرت حتى عرفت من كبار رواة الحديث. كيف ننسى يا إخواني فاطمة الزهراء، التي هي قدوة حسنة للنساء الأسرية، حيث قالت عن هوية المرأة الإسلامية: ألا يراها رجل وألا ترى رجلا، فهي البطول منها القبول ولا هي فضول. أصدقائي الكرماء، وقد تبدلت الأهوال وتحولت الآمال، وليس هناك طريق النجاة عند اقتداء من اللاتي ظهرن سطورهن وحجابهن وبرزن ثدياتهن وسراتهن. ولكن الأحسن في هذا الزمان القدوة بالصحابيات اللاتي حفظن الفروج وبكراتهن وهرسن النفوس ووجوههن، واللاتي أثبتن الاعتقاد بالدين الإلهي وأتقن الإيمان بالشرع الإلهي، حيث لم يدركن لومة لائم ولم يحسن سيئة ظالم. ولا أريد المزيد في كلامي، والله الموفق. اللهم اجعلنا من الذين يتبعون سبل الهدى ويجتنبون طرق الهوى، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.